صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم بحلقه كتاب اديسيون سبيسيال رح نحكي عن موضوع مهم جدا. لسوء الحظ الكتب، او يمكن لخيرنا، الكتب الاكثر مبيعا اليوم بكل المكتبات هن الكتب عن الابراج والتوقعات. وهل يا ترى هالتوقعات هي صحيحه؟ هل يا ترى بتخلينا ننتبه لأمور، أو هي مجرد تسلية وهواية؟ ما الفرق بين أكيد علم الفضاء وعلم الفلك وأيضاً التبريج، ووين الإيمان أيضاً بالدين؟ اليوم رح نتعرف على ضيوف متخصصين بهالموضوع، ورح نكتشف أكثر عن هالموضوع المهم، وخاصة بأول سنة 2013. هلا بنتعرف على ضيوفنا عن قريب. بحلقة كتاب إديسيون سبيسيال، يعني موضوع حساس ولكن موضوع مهم جدا. كلنا بنتصفح بهالمجلات والصحف أكيد عن أبراجنا وبنقريهم، يمكن نتضحك، يمكن منصدق، ويمكن أيام بنعطيهم أهمية أكثر من اللزوم. اليوم رح استضيف بفقرة كتاب إديسيون سبيسيال. اهلا وسهلا فيك دكتور انطون دو. حضرتك مهندس ومتخصص بعلم الفضاء والفلك، اهلا وسهلا فيك باستديوهات الام تي في. دكتور ماري انج مرعي، متخصصه بعلم النفس العياده، اهلا وسهلا فيك ايضا. بير مجدي علاوي، اهلا وسهلا فيك. حضرتك مؤسس جمعية أيضا مسيحية اللي هي سعادة السماء. سعادة السماء، أهلا وسهلا فيك. وأيضا السيدة زينة نمرود، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك قارئة تارو، ومنعرفك وجهك الحلو كان على الام تي في، وأهلا وسهلا فيك معنا بالحلقة اليوم. رح أبدأ مع الدكتور داو، وانا نستفيد من خبرتك. حضرتك مهندس وعالم فضاء متعاقد مع بالابحاث مع وكالات مهمه جدا منها النازا، وايضا حائز على 28 جائزه دوليه بالعلوم والتعليم والاداره، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبدا اليوم ونخبر الراي العام، ما هو علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟ أول شيء بتشكرك على استضافتك. علم الفلك هو واحد من أقدم العلوم يلي موجودة بتاريخ البشرية، وإلى سبب أساسي إنه علم الفلك بيرجع إلى حوالي النصوص يلي عنا إياها والإثباتات اللي عنا إياها، بترجع لعصر تقريبا 3000 أو 3500 سنة قبل المسيح. وهذا العلم بلش مع الحضارات القديمة مثل السومرية والعقادية، وانتقل الحضارة الصينية كانت كتير قوية بعلم الفلك لفترة، ورجع بعدين أكيد تطور مع تطور العلوم بالعصر المعاصر. هلأ أنه صار علم يمكن بدي سميه أنا من الأرقى، لأنه بيجمع بين الأكيد المميزات اللي عندها العلوم الباقية، بس كمان بذات الوقت فيها طابع فلسفي قوي كتير. نعم. كوننا نحن لما بنكتشف الفضاء كمان عم نحاول نجاوب قد ما فينا على أسئلة نحن مين ونحن وين. نعم. هلأ فيما يختص بالتنجيم، التنجيم منه علم أكيد. رأيي الخاص لإلي أنا عن التنجيم مختلف عن عشو بيرتكز التنجيم إذا هو منه علم. التنجيم هو ظاهرة أنا بسميها موجودة، على أساسها في أشخاص بتزعم أنه هي بتقدر أنها تستعمل أمور مثل وضع الكواكب وحركتهم وغيرها كرمال لتشوف يمكن بالمستقبل تبع الناس أو بوضعهم الحالي. هلا أكيد علميا هذا الأمر أنا بنظري أكيد مضحك، لأنه يمكن الأمور اللي بنعملها كل يوم بحياتنا على الأكيد بتأثر فينا أكثر من هالكواكب البعيدة والنجوم.
فضلا عن انه الابراج يلي مثلا هو يمكن احلى مثل فينا نعطه للمشاهدين. اكيد وهو بنعرف انه ايه؟ كل انسان بيخلق بوقت معين دونك ببرج اكيد فتره معينه من السنه دونك بيكون تحت برج معين. طبيعي طبيعي. نحن الابراج امر قديم جدا. سبب نشوء الابراج هي انه كانت بتصلح عند مثلا الحضارات القديمه او الامبراطوريات القديمه كانوا بحاجه لخرائط، ما كان في جي بي اس مثل اليوم. يعني اليوم اللي من بده الواحد يسوق الجيش بصحراء او سفينه بالبحر او بده يستدل او بده يعرف الوقت بالسنه، مهمه كانت انه يستعملوا نجوم لانها ثابته شبه ثابته، فيهم يعرفوا اي فتره من السنه وامتين عيادهم كانت وهيدا. على كل حال رح نرجع على أكيد. حديث قد ايه هيدا الشيء بياثر مزبوط على شخصيتنا او لا، ولكن بحب كمان ارحب بالدكتور ماري انج مرعي، حضرتك متخصصه بعلم النفس العياده، وبحب اعرف اليوم قد ايه مهم واذا مهم للبشريه انه يتعلقوا بشيء اسمه تنجيم او انه كمان يكون عندهم هالالمام بابراج. شوفي الفضول هو جزء من الانسان منذ القدم من كل الحضارات، كل الاشخاص وكل فئات المجتمع، يعني الملوك والعامة الشعب مش انه المثقفين على حدا، كل الناس عندهم كان حشريه وفضوليه يعرفوا يقروا بمستقبلهم شو فيه، وهذا نابع عن قله ثقه طبعا بالذات بالاساس وقله ثقه باللي ممكن نبنيه نحن يوميا. فما حدا بيقدر يتكهن بعد فتره من الزمن شو ممكن يصير، بالكاد نقدر نعرف نحن بحالنا بعد يومين شو ممكن يصير إذا بدنا نحكي علميا يعني. فالفضول شيء طبيعي، وإنما نابع عند عامة الناس من قلق داخلي واضطراب نفسي. عادة لما بيروحوا عند المنجمين أو المعرفين أو whatever بحسوا بإطمئنينة لما بسمعون يلي هن حابين يسمعوا. مثلا رح تتجوز ايه رح اتجوز، عطيتها الجواب يلي هي مستعدة تسمعه اصلا. من يعني مع احترامي لكل اكيد الناس وكل ببصروا، بنحس نحن اذا رحنا وعندنا تجربة انه بتسحب منك اكثر مما بتعطيك. هن بسيكولوج كثير شاطرين بلا ما يكون معهم شهادة البسيكولوج يعني. خليني اطمنك انه هن اصلا اشخاص ملهمين وعندهم قدرة على تسيير الاخر حتى اكثر من هيك يعني. بس هدول طبعا ما خصهم بالعلم النفسي اللي نحن اكثر بنرتكز على الامور الباطنيه اللي موجوده عند الانسان واللي هي بتخليه يتحرك باتجاه او باخر. كما وانه في شغله مهمه كان بحب الفت النظر لها، انه اجمالا لما بنعرف شو بده يصير بكره او بنتكهن شو بده يصير بكره عم نكون مسيرين بحياتنا بمحلات معينه. يعني بنكون لانه عارفين رح نعمل حادث بنبطل نظهر من البيت، فهذه هي هيك بنكون عم نتشاطر على بالزبط. حياتنا بالزبط. وعلى مستقبلنا. بير علاوي يعني رأيك مهم جدا اليوم، بدنا نشوف اليوم قد ايه الإيمان بهالأمور يعني هل هو خطر أو هل هو فينا نقول إنه نقدر ناخده كموضوع مثل كل مواضيع الحياة اليومية، وشو رأي الدين بعلم الفلك وبالتنجيم، لأنه اليوم كتير في فرق بين اثنين. أكيد. بسم الآب والابن وروح القدس إله الواحد أمين. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكون لهم أفضل. يا ربنا إجت يعطينا الحياة بوفرة، وقالنا سلام أعطيكم لكما يعطيه العالم. هل قد بحبنا ممكن نسمع كلمات وكوارث توقعات؟ سؤال اليوم، ليش بتكتر توقعات براس السنة؟ عيد السلام هو صح. تنخوف العالم ونفقدهم السلام. ليه بهالنهار بالذات اللي هو عيد السلام بلش تكتر التوقعات؟ لأنه هو عيد السلام تنخوف الناس ونتركهم هالشيء. حتى لو كانوا توقعات إيجابية بير بتلاقي أنه كمان مش مفروض يكونوا موجود. ما في، لأنه سأل يسوع مرة متى تكون نهاية العالم؟ جوابهم أنه لا أحد يعرف نهاية العالم إلا الله، إلا الآب. ما في شك، ما حدا بيعرف هالشيء إلا الله وحده. شو رأيك بهال يعني سمعنا لليوم ومش من زمان ب 21 كانون الأول أنه رح تنتهي العالم، شو رأيك بهال عطون التنبؤات الصعبة واللي بتخلي الناس تصير أكثر تحت ضغط مش عاوزينها يعني. نحن دجا عنا ضغط كثير بحياتنا. سمعتوا بس الإعلان، كم واحد انتحر، كم واحد عمل، كم واحد وزع مصرياته، وبعدين هلا عم يبكوا. جماعة المية هي جماعة شيطانية بتعبد الشيطان. نعم، وهي هيدي معروفة من زمان هالأشياء،
يعني هلا هو هلا عم تقول لي هالشيء. هلا انا شوي كمان علميا بعرف المايا انه هن عملوا كالندريه يعني حضاره معينه استغلت مزبوط لانه كانت شوي فيها شويه ميستير حواليها وخلص الكالندريه يعني خلص هالغزنامه ب 21 كانون. اذا بدي ارجع للكنيسه الكنيسه بقانون تعليم الكنيسه الكاثوليكيه ب 2115 بيقولوا لنا انه يستطيع الله ان يكشف المستقبل لانبيائه ولغيرهم من القديسين فقط للقديسين وللانبياء وبيقول لنا انه نحن لازم يكون عندنا ثقه بالعنايه الالهيه فقط لا غير. نحن بنوثق بالعنايه الالهيه لانه الله بيعمل كل شيء خير للانسان ما في بيعمل شيء ابدا مش منيح لانه خلقني على صورته ومثاله لانه انا ابنه. اما بال 2116 بيقول يجب نبذ جميع اشكال العرافه يلي بيلجؤوا للشياطين ولابالسه واستحضار الاموات والممارسات الاخرى المفترض خطا انها تكشف عن المستقبل. نعم. واستشاره مستطلعي الابراج والمنجمين وكرئي الكف انها تتناقض مع الله. هي بال 2116 اما بال 2117 بتقول جميع ممارسات السحر والعرافه إنها هي مخالفة جسيمة لفضيلة الدين ولذا تنبه الكنيسة المؤمنين لتجنبها واللجوء لأنواع الطب. نعم على كل حال رأيك أكيد مهم وهيدي برافو عليك تعليم الكنيسة. بحب رحب ترحيب خاص بزينة. أول شيء أنا بدي أتشكرك زينة لأنه أنا كتير بدي أقول للمشاهدين أنه الكتب قدامنا وتحية كبيرة لهم مع كل احترامنا كارمن شماس وزينة القوري وماجي فرح وكلهم وحتى من فرنسا كريستين هاس اللي كلهم انبسطوا أنه إيه أكيد بدهم يكونوا موجودين بالحلقة ولكن بعدين في بضع منهم وتعرفوا أنه هيدا رح يكون في يعني ديبا ورح يكون في رجل دين ورجل علم قالوا لا ميرسي. انا بتشكرك انه انت موجوده معنا اليوم بيشرفني بهالجمعه الحلوه لانه نحن اليوم جمعتنا مش مع ضد ولا مع نحن اليوم عم نسمع اراء مختلفه لانه نحن اليوم مهم انه الناس اللي عم تحضر تتثقف وتعرف هي تاخذ قرارها بعدين. زينة خبرينا شوي حضرتك يعني قارئة تارو خبرينا شوي عن ها التقنية اللي لك زمان أكيد فيها التارو دراسة وإلى مدارس يعني ما بدها كتير فلسفة إلى مدارس خاصة بتعلم وهني صور يعني منه ورق عادي كل صورة عليها معنى كل صورة مكتوبة عليها تحت شو بتعني أنا كلمة في الأمر بجمع كيف عندك أرقام 1 2 3 4 5 بتجمعي بتوصلي لحلي. أنا التارو يعني مش بدعة مني أنا موجود من زمان كتير أوروبا كتير منتشر بيعرفوه كلهم نحن عنا بلبنان ما صرنا كتير فترة يعني كشرق أوسط صرنا فترة قصيرة اللي مزبوط بيعرفوا يقروا تارو. أنا كلمة في الأمر عملية حسابية لا أكثر ولا أقل يعني شو بيطلع لك ورقة بتعرف تفسر ولا شيء. أنا مع الدكتورة اللي عم تقول إنه في أنا في بيجي لعندي أوقات أشخاص بقول له أنت مريض نفسيتك ما بقول له أنت مريض نفسيا بقول له أنت تعبان روح عند حكيم أنا عندي كذا حكيم بوجه الزبائن اللي بيجوا لعندي لعندهم وإن شاء الله بإذن الله كمان بتعاون مع الدكتورة هلا باخذ رقميك ومنوجه يعني انت كيف تحسي انه كثير تعبان نفسيا بتحسي انه كثير متعلق بشو عم بدك تقولي له او حسستي انه بحاله بئس ببين ببين المريض بفكر انه الحال عندك ايه بحسي انا بقول له لا نعم ياما اشخاص كمان بوجههم على الكنيسه بيكتروا عندك باخر السنه او اول السنه على طول عندي على طول انا بوجه كمان تشرفت معرفه البير ما بعرفه انا هلا تشرفت بمعرفته كمان انا على طول بوجه على كنيسة الوطن بير مروان أكثر شيء لأنه قريبة قليب طلعنا على طول لعنده على كنيسة سهيلي سانتريز حتى في أشخاص تيجي لعندي بحس إنه فيها شيء غريب
نعم. مش طبيعي. نعم. هيدي شغلت مش أنا شغلتي. نعم أكيد بتحس ايه. إنه ما عندك أنت إنسان إنه هيك جاية شوي شوفي ايه. تسلى لأنه هيدا الشيء طبيعي كلنا جربنا مرة بصرنا ضحكنا بس غير إنه يصير هوس أو يصير يعني مرض بالآخر إنه عايشين بس على شو رح ينكتب بالأبراج أو شو رح يقلنا هل هو هيدا الخوف بس مش قصة إنه وين بيوقف خلينا اليوم طالما عم نحكي وين دكتور مرعي اليوم بيوقف يعني هيك إذا بدك الحشرية وبتبلش ببلش الهوس لما مرة هيك بالسنة كلها يعني 365 نهار عم تستشيري حدا من باب التسلية أنت وأصحابك رحتوا سحبتوا تارو أو عملتوا ما بعرف شو ممكن واحد يتقبله والعقل البشري المنطقي بيستوعبه وأنما لما بتصير كل يوم الصبح بدي أفتح الكتاب وأقرأ نعم. أنا اليوم شو كاتب لي البرج وشو قايل لي المنجم وشو قايل لي العراف هون نعم. عندنا مشكلة صح. لما بكل قرارات حياتي بدي التجي للبصارة أو اللي بتقرأ بالقارئة الفنجان يعني مش نعم. يعني نعم. في كثير تعددت الوسائل عرفتي مش بس تارو برج هون في أنا بلاقي تناقض ما بين الإيمان إذا بدنا نحكي عن إيمان ونحن شعوب مؤمنة معتقداتنا إيمانية يعني موجودة شو ما كانت الديانة في تناقض بين الالتزام الديني اللي عندك يا أنت إنه أنا مسلمة أمري للرب صح. وبين اللي عم تعمليه نعم. بتبقى رايحة عند البصارة يا رب توفقني نعم. بتكون حتى كل الإيمان اللي لازم تحطه بالله بورقة أو فنجان أو كف أو إلى آخره كارين بس أنا بدي أقول كلمة تيجي العالم لتتسلى ما عليه بس نحن ما قلنا حق نتسلى فيهم نعم. يعني أنت شو متعلمة بديك أنا يلي ما قلي حق نعم. العب فيهم أو ألعب بمصيره أنا إذا بيجي حدا بيستشيرني بشغلة كتير صغيرة بتخص ابنه مثلا مش ضروري بالتارو يا أنا بدي يكون أعطي أنا من ضميري ومن وجداني ومن تجاربي من معرفتي قد ما الله عطيني أو حرام يعني إذا جاي وحدة تتسلى ربع ساعة بتسلى أنا فيها صح بكون أنا أكو حد ما أنت في ضمير نعم. ومش واحد تكون كمان أنت حدك مؤمنة الحمد لله يعني هيدا كمان مهم هالشي دكتور داو شو اليوم فينا نقول صحة بعد ما يظهر بالأبراج أيضا عن طباع الناس يعني اليوم بيقول واحد هو جوزاء هو يعني من الحوت قديه بيصح أنه إذا هيك يعني هاو الكاركتر أو البرسوناليتي شخصيته هيك حتكون مهم كتير أول شيء نوضح شغلة بسياق الحديث لنربط اللي بدنا نقوله بسرعة نعم في الواحد يعمل العاطل مع شخص تاني بالقوة بس ما في يعمل المنيح بالقوة هيدي شغلة بحب دايما افتتح فيها كل المحاضرات يلي بيسألوا فيها عن هذا السؤال أول عدو للإنسان هو الجهل ما في شك ودايما يلي بده يمرق شيء على الناس بمرقة بسبب الجهل طبعا الناس ما في شك يعني قبل الأبراج نحن حتى بلبنان هون نعطي مثل لأن المشاهدين بالآخر عندهم حياة يومية عم بيعيشوها كانوا من زمان يجوا هيك قنانة إنه هي من الصين إذا نشرب منها نضعف أو هاي الإسوارة إذا بتلبسيها بيرجع حبيبك لعندك أو غيرها لا لأنه الصين كانت بعيدة وفي هول اللي بيعملوا كونغ فو هونيك وكذا فكروا إنه هن عندهم هالحكيم اللي قاعد على الجبل بعدين صار في كتير لبنانية بيسافروا على الصين صرنا نعرف إنه الصين بلد مثلنا صح. في ناس شغيلة حتى يمكن أكتر منا بنرجع وغيرها أكتر صار في زحل هلا لأنه الصين بطل عنا جهل عليها صار عندنا الكواكب زحل والمشتري وغيرها النجوم بالسماء مثل الشمس هي نجمة نعم. وموجودة بالسماء ومثل ما قلت هي ثابتة نعم. والأرض بتبرم حول الشمس هلأ في صور شوي عن نعم بدي أطلب من الرجي تفرجينا الصور الأبراج إذا منشوفها نعم. بس يعني بانتظار الصور بدي أقول أنه تنحفظ خريطة السماء البشرية كانت يعني كان في ملوك يوظفوا عندهم اللي بسمون سكرايب أو الكتبة نعم. يلي هن كانوا من زمان الصور. يشوفوا هلأ مثلا هودي الصور فوق لبنان نعم. بالقصد نقيتهم يعني الليلة إذا بنطلع بالليل صوب الساعة 10 رح نشوف هودي النجوم هلأ الصورة يلي وراها إذا منشوفها نعم. نقدر نشوف الأبراج يلي موجودة نعم. بالسما نعم. وهي بتعرفي الأولاد إذا عم تلعب بيتفرجوا على الغيوم بقولوا هاي شكلها مثل سيارة وهي شكلها ما في مثل شك. نعم. لنحفظ السما حتى بالنهار بكون في أبراج فوق الأرض يعني نعم. نجوم يلي ما بتبين لأنه في شمس نعم. كمان وبتشوفوها تلك إذا فينا نضل على هيدي الصورة نعم. منشوف إنه هلأ الشمس موجودة مثلا
بتكتل النجوم يلي نحن صورناها على شكل القوس. نعم. وقريبا صح. بينتقل الى الجدي، مشان هيك هودي هن الابراج تبع نعم. اليوم. نعم، بنعرف انه السنه كمان رح ينتقل. صح. هلا ضروري بس عارف بشغله انه هن الابراج التقليديه هن 88 مش 12. وهون بيجي السؤال، لا لكن بيكتبوا عن 12. نعم. مين له جلاده يقرا 88 برج او يكتب عنه؟ اتفقتوا على 12 بقى هيدا؟ لا مش انا ما اتفقت معهم ابدا، بس الله يخليك. هيدي عائله الشغله. الفكره وما فيها، هودي خرائط عسكريه قديمه. نعم. لحتى يعرفوا كيف يروحوا ويجوا، ما لها دعوه بالمستقبل، كان فيهم يرسموا اي رسمه ثانيه على الموضوع. وكيف تحولت الى علم الفلك؟ طبيعي. هون بدي ارجع اللي قلته بالاول، بنعمل القوه بالقوه، بنعمل عاطل للناس. نعم نعم. بقى هيدا الموضوع يلي هو التارو غير يعني غير الابراج. نعم. بقى مش عم نحكي عن التارو هلا. نعم. بس لما نحكي عن الابراج، جهل العالم وقلة معرفتهم بهذا الموضوع، يعني هالشقفة من المجتمع اللي ما بتعرف على المزبوط شو هو البرج، سموه برج لأنه عالي، لأنه بالسما مش أكتر. وبعدين مع العصور صار أنه شقفة من حسب كيف تخلق وين صح. تخلق. بس هلأ أنا في شغلة صغيرة. نعم. لأنه سؤالك كتير ذكي كان. نعم. بخصوص أنه ليش طباع الناس يلي هي عندها فرد برج مثل بعضها؟ ايه صح. بس هالشي. فيها شغلة علمية صغيرة، وهون في لعبة. نعم. ما تنسى انه البرج هو كمان موجود ضمن مهله زمنيه محدده. بقى طباع الناس ما لها دعوه بالبرج، لها دعوه بهالمهنه اللي خلقوا فيها. اليوم الولد يلي بيخلق عندك مثلا باخر الخريف، اول ما عم يتفتح على الدنيا، نحن بالشتاء بنكون لابسين كثير، بنكون قاعدين جوا، اغلب ثيابنا بتكون غامقه، جسمه دافي، بيكون راسه دافي كثير، ملفلفين وبيكونوا اهله. فهو لما بيربى عنده توجه اكثر الى الباطن والفكر وغيره. نعم. بينما الولد اللي بيخلق مثلا نعم. باول الربيع نعم. وبالصيف بيكون نعم. عم يتفتح كله مزهر حوله وهو نعم. برا، بيكون طباعهم غير. فما لها دعوه بالابراج هيدي، بس نحن فينا مثل ما بيقولوا في طرف متصل باثنين، اما حطينا هودي الاثنين مع بعضهم. نعم. وهيدي اكبر حيله عندهم اياها اللي بالابراج، انه يثبتوا انه مزبوط البرج عم بياثر عليكم. بس هو البرج ما عم بياثر ابدا. يعني بنلاحظ اليوم قد ايه، ومعلي بدي اقولها بكل وضوح، في ماركتينج بهالامور. أكيد. يعني العلم بيتحور عشوائي، الدين بده يتحور، الدراسه بدها تتحور. يعني بنلاحظ قد ايه واحد بده يكون مثل ما قال دكتور داو. لا رح نرجع لك بيرباف، لانه قلت الدين بيتحول. لا، بمعنى انه بيقولوا لك انا مؤمن بهالشيء، هذا الشخص. نعم. اللي بيقول انا مؤمن، انا العلماني، بس الكنيسه ابدا ثابته. نعم. ابدا ما في شك معنا نحن على صخر مبنيه. ما في شك. هيدا بعدين الدين تجربه شخصيه، والعلم شيء ثاني. يعني اليوم في علم الفضاء، في علم الفلك، وفي شيء اسمه تبريج اللي هو منه علم، واليوم في كنيسه يعني اللي هي تجربه وايمان، يعني اللي هي فوق كل شيء اذا فينا نقول هذا الموضوع. كنت حب اقول عن بير النجوم، يعني حضرتك وعلم الفضاء، في نجمه، يعني حتى بوقت خلق المسيح النجمه كانت ظاهرة وعلنية. ما في شك، هي ظاهرة وعلنية، مش نجمة خبية وعم يفتش عليها. نعم. شفناها بالفيسبوك هلا عم تتراوج هلا وينحكى عنها بالفيسبوك. نعم. العالم عم تحكي عنها كثير. نعم. لحتى بس دائما كل ما نقرب عيد، وخاصة اعياد مخلصية، بنبلش نشوه بالفيسبوك مثل ما بدنا. نعم. هالنجمة كانت نجمة ظاهرة، وضلت المجوس والملائكي على ملك هاليوم. نعم. ولحق وتوسلوا. نعم. على مزبوط. يعني هي ما كانت خفية وعم نحكي عنها بالارقام او قياسات او اشياء. نعم. بدي اقول شغلة، كانت الدكتورة عم بتقول انه ممكن يكون الشخص يروح كل يوم يقرا البرج تبعه، هسه مدمن. نعم. صار نوع من الادمان. ادمان على هالاشياء. يعني وبذات الوقت ليش عم بيكتروا هالايام، وصار في كثير ناس تتخصص فيهم وعم تعمل اشياء كتب، لان في ربح مادي. نعم. يعني مثل ما قال الدكتور كمان، في الجهل تبعنا عم بخلينا نروح نفتش على اي شيء. نعم. بس خلينا نرجع لحقيقتنا، انه انا لازم يكون عندي ثقه بالعينيه اللي هي ثقه مطلقه. نعم. ثقه بالنفس كمان، ثقه بالعينيه اللي هي. نعم. ولا ممكن الله يعمل شيء مش منيح. نعم. سلاما اعطيكم لكما يعطيه العالم، ما بعتقد في حدا بيعطيني هالسلام. ويلي بلاي ترسني بلاش فكر فيهم واجي على كل بس الاعلام. نعم. كلمه اخيره دكتور داو، هلا بدي بس هيك كلمات اخيره لانه وقتنا صار كثير قليل. غير انه عيد المشاهدين، في شغله مضحكه صارت السنه الماضيه، لانه تاخروا يلي اكيد بيقروا المستقبل على التلفزيونات،
تأخروا فتأخرت كل الناس لتروح على سهرة رأس السنة. بس في عندي هالطلب الصغير هيك المشاهدين اللي بحبوا يسمعوا، بلد بده يكون موقف حياته بانتظار اللي بده يقول له مستقبله، هو مش لبنان اللي احنا بدنا اياه. لبنان نعم. اللي بدنا اياه هو لبنان بينتج نعم. لبنان صح. بيفعل، لبنان بينضرب فيه المثل نعم. بقى ينعاد على الجميع بالخير صح. وان شاء الله انه بنضل واعيين على اللي عم نعمل. اكو حال دكتور داون، احنا بنتشكر حضورك وميرسي، شرفتنا بحضورك ورسالتك الحلوه كثير. دكتور مرعي ميرسي بوكو لحضورك. انا كنت بس بتمنى على كل الناس انه كل انسان نعم. قبل ما يرجع لاي مرجعيه نعم. خارج اطاره هو نعم. الشخصي يدخل نعم. على ذاته، يسمع ذاته نعم. لانه هو الكفيل اكثر شيء يحط خطوات صح بحياته. صح، لانه القوه كلها بتجي من الذات. بير مجدي علاوي متشكر حضورك وعن جد معلومات المهمه اللي اعطيتنا اياها اليوم، والسيده زينه نمرود متشكر حضورك، ميرسي كثير. مشاهدينا الكرام ان شاء الله من وراء هالحلقه تقدروا تعرفوا شو الفرق بين علم الفلك والفضاء والتنجيم. اليوم كل إنسان حر بحياته، ولكن أهم شيء تكونوا واعيين على اللي عم تعملوه، ومثل ما قلنا أنه الجهل هو أفظع شيء بالحياة. من هيك اليوم من خلال كتاب إديسيون سبيسيال إن شاء الله تكون نورناكم شوي أكثر. أنا بتمنى لكم عام سعيد بوناني للجميع، وإن شاء الله تكون سنة خير وسلام على لبنان وكل اللبنانيين. أنا بودعكم وبشوفكم الأسبوع القادم.